شنو وقع بالضبط وكيفاش هاد البوطه عفاك دوري عندي هكا خليك هكا حتى مشيت جيت لقيت البوطه خاويه مشيت كانت في الحمام مشيت عمرتها من الحانوت جبتها جبتها ما بغاتش تشعل ليا طب الفايته خليتها جات جا ولدي قلت لها البوطه ما بغاتش تشعل ليا بقى كيدور بحال في الراس هي بدات تتنفس هو يخرجها للمرح عندي براكه اخرى لهي فيها الدري داخل مشعل البوطه صافي جيت شقم العافيه البوطه على الريحه ديال العافيه مع الريحه ديال داك الغاز اللي طالع صافي شدت في البراكه شدت من النص هذا طيحت الحيوطه كامل حوايج وسداد وخرطه مشاو لك وريقه كلشي مشى ليها كلشي مشى ليها كلشي ضاع ليها شنو كنطالبين من الناس يعني تهاونوا معاها اي وقفوا معاها اي وقفوا معاها تهاونوا معاها يعني الحاله كتبين راسها تهاونوا معاها ويوقفوا معاها فهمتي هذا هو المطلوب ما عندهاش شي واحد خدام جا واحد مقاري فهمتي حتى شي اختي السلام عليكم بعد الله يرحم لك الوالدين وانجي اختي راه شي بعينك الناس مساكن تما راه ما عندهمش الله يرحم لك الوالدين لقيت شي محسنين وشي حاجه تعاونوا معنا الله يرحم لك الوالدين اختي فهمي ما كاين لا وقايه المدنيه لا حتى شي حاجه صونينا ثلاثه مرات اربعه مرات والو ما حضروش وعاوننا على الوقايه هذه ما غيفهمش ما غنستافدوش منهم هاد الدراري الله يرحم لهم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين اخوتي الله يسهل عليكم وما اللي لقيناهم في وقت الشده كنبقى نسينو هاد الوقايه هذه ما غنسينو حتى شي حاجه الناس يتحرقوا والأمانة غيدي أمانته أختي اللي لقيتهم تعاونوا معنا الله يرحم لك الوالدين أختي الله يخليك صحيحتك اليوم الدراري من بعد ما ساليتو طفيتو العافية خرجتو كتقلبوا باش تجمعوا على هاد السيدة هادي أختي من هنا ومن هنا شي توصل درنا الخير في مكة تبارك الله عليكم الشباب كبير أختي الله يرحم لك الوالدين اسمحي لي الله يسهل تبارك الله عليكم الدراري هادو وليدات الحومة اللي تبارك الله غير من الفطر ديال الحومة هادشي كامل جمعناه منه كنضربنا تمارا يعني مع هاد الناس هادو كنعيطو للبومبيه ما جاوناش كاع ملي ما جاوناش كنجيبو سطول من الدار ديك الدار كنلوحو من الليل والبوطه شاعله هي حصل يعني غامرنا بحياتنا يعني نمشي غامر انا الحمي كيشوق دابا كنهضر هو حق الله تبوريشه حيت هاد المراه مسكينه ما عندهاش وكنتعاونو معاها علاش؟ حيت عندها وليده مسكين مريض معدوم و لا حول ولا قوه الا بالله الله يكون لها في العون وبدينا كنكبوه في سطول ديال الماء على باش تفايك العافيه والحمد لله توفقنا وربي عاوننا باش نفعلوا لك العافيه اقسم بالله واحد الدري مسكين دخل حتى لداخل على العافيه وما تسوقش ما سبحان الله العظيم داك الدري فينا هو داك الدري فينا الدري مسكين شاف والحمد لله اللهم لك الحمد تلاقينا حنا كاملين تنهضروا ونضنا نوضا هي الرجل الواحد مع هذه المراه هذه مسكينه والله يجازيكم بخير اللي بغى يتعاون معاها غادي نحطو المرتف هنايا في القناه الله يرحم لكم الوالدين الدراري كامل والله الا بحيت انا بعدا علاش كنطلبوا الجيران تنقول لهم الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين واحد البركه الناس محروقه الدار البراكه وكيعطيونا صراحه شي واحد كي كيعطينا 400000 600 الحمد لله نقطه نقطه يا عمر الواد ان شاء الله كنتمناو هادشي هذا نلقاو غدا قدام الله ما بغيتش حتى شي واحد يعطينا شي حاجه الا الله والله يسهل عليهم الله يسهل الدراري كاملين ولا قلت لك شي كلمه العيب يسمح لي تبارك الله عليكم الدراري المهم اللي بغيت نقول لكم هادشي قدروا تستطيعوا تبارك الله الابطال وهاد الشباب ديال هاد الحومه انهم يجمعوا هاد البركه تبارك الله راه خير الله راه ما غاديين ما بين ظرف تقريبا ساعه ديال المكانه باش تصوت الحريق استطعنا نجمعوا 50000 ريال وشي 700 ريال ديال في الحومه ديال في الحومه ديالكم ديال في حومه وحده ها في حومه وحده فهمتي باقي ما درناش في الحومات الاخرين ديال في حومه وحده تبارك الله وربي كبير اختي ان شاء الله انكم غادي ديروا يد في يد وتخفوا راه فتره الواحد وتستطعوا انكم ترموا ليها المنزل ديالها وتشيلوا لها الاثاث اللي مالها وكنتمنوا ان تلقاو المحسنين تبارك الله عليكم ربي غيعاوننا ربي غيعاوننا ان شاء الله راه عز الرجال الله يرحم الوالدين الله يرحم وشكرا على الزياره اختي مرحبا هذا واجب خويا هذا راه واجب كيف نتوما استطعتوا انكم ديروا هذا الخير واجب انساني حتى حنا راه كنجيو باش نديروا الواجب الانساني ونوصلوا هذه الرساله لعلى وعسى ان شاء الله تلقى المحسنين وتلقى الوجوه الطيبه بحالكم ان شاء الله الله يرحم لك الوالدين اختي الله يرحم لك المحسنين تعاونوا معاه ان شاء الله باش ما كان لا قسم الله مرحبا الناس معروفه هي في وفا جوج رقم ما عرفتوش المهم راه معروفه هنا يمينه مسكينه يتعاونوا معاه الحي يقول المحسنين اللي مسك عليهم الله يتعاونوا مع هاد المرأة ديال الله يرحم لها الوالد يتعاونوا مع هاد الطول مسكين مسكين دور اختي كاميرا الله يرحمك هاد مسكينة باقا ما بانية ما والو يعني البركة اللي عندها راه مشات تبقى فيها والو الله سبحانه وتعالى يتعاون معاهم الله يرحم لك الوالدين اختي الله يسهل عليك اختي
تبارك الله. نمسك على الله يتعاون مع هاد المرأة ديال الله يخليكم صحيح. هو عندها لا خطولة هادي لا هادي قدامك أستاذ. شوف هي دابا مسكينة، هي دابا مسكينة، هي دابا مسكينة تنعس في الأرض. دابا هي دابا دابا بلاش يا بلاش دابا هي دابا مسكينة دابا هي الدار ديالها تحرقات، ها هي الدار ديالك فين تنعس دابا هاد المرأة هادي؟ ولدها مسكين معاق. اه دابا هاد المرأة دابا دخلت عليك دابا هاد المرأة فين تنعس دابا؟ تعاونوا معايا الله يرحم لكم الوالدين. الناس محسنين الله يرحمهم. الله يرحم كل حي، قول سميت الحي. والناس ديال الحي تما الله يرحمهم. الحي الوفا جوج، الحي الوفا جوج طونيطيره الله يسهل عليكم الله يرحم لكم الوالدين.